وبشان مباحثات فيينا والملف النووي ومماطله ايران رغم طرح اوروبا ورقه للحل. ينضم الينا عبر سكايب من انقره الصحفي المختص بالشان الايراني الاستاذ صهيب جابر. اهلا ومرحبا بك استاذ صهيب. اهلا بكم. بين ترقب ايراني وتحفظ امريكي، هل تتجه مفاوضات الملف النووي الايراني نحو نهايه ترضي جميع الاطراف؟ كنهاية سوف تكون مرضية على الاقل بالنسبة لطهران، ونعلم جميعا يعني المساعي لها في المنطقة، مساعيها ومخططها في عموم المنطقة، ويبدو أن هذا لن يكون محور حتى تفاوض مع واشنطن، وهذا ما بدأ بعد تصريحات كنعاني اليوم كانت ايران تتوقع ردا يعني يحمل بعض التفاؤل، لكن بحسب تصريحات وزارة الخارجية الإيرانية كان الرد يدعو للتشاؤم خاصة أنه أتى بعد مرحلة طويلة طبعا المراحل التي تم تقديم فيها الطلب لإنعاش الاتفاق النووي وكان بعد أن قدم جوزيف بورل الممثل سامي الاتحاد الأوروبي هذه المسودة دعنا نقول التي كانت تدعو للعودة للاتفاق الإيراني وصول أو وصف الاتحاد الأوروبي أيضا في نفس الوقت هذه المسودة بأنها تدعو للتفاؤل أو أنها أيضا كانت مهمة جدا بحسب وصفهم لكن مع كل ذلك وبعد تقديم المسودة في الثامن من الشهر الجاري جاء الرد من واشنطن بأنه لا مجال للتفاوض حول تقديم أي تنازلات من قبل واشنطن لإيران وأذرعها في المنطقة وبالتالي بقاء العقوبات أيضا إيران كانت تعول على الجانب الأوروبي لأنها لها أو تريد على الأقل أن يكون لها استثمارات فيما يتعلق بالنفط والغاز في الأسواق الأوروبية وكذلك الأمر بالنسبة ل. الدول الاوروبيه التي تريد الاستثمار في الاسواق الايرانيه وجميع المعطيات المشتركه يعني دعتها لان تكون وسيطا طبعا في هذا الملف هل ترى ان شركاء الولايات المتحده الامريكيه واوروبا في الخليج العربي سيقبلون بهذه التوافقات والمقاربات التي تحاول امريكا التوصل اليها؟ يعني النتيجه الطبيعيه هي ان لا يقبلوا بهذه التوافقات، خاصه اذا ما تحدثنا عن برنامج نووي قد يساهم في زياده التغول الايراني في عموم المنطقه، يعني عندما تكون ايران وهي بالمناسبه يبدو بانها تدعو او تسعى للمماطله في هذا الاتفاق، ريثما يكون لها بالفعل استخدامات عسكري وهذا قد بدأ بالفعل يعني منذ سنوات استخدام هذه الطاقه وتخصيب اليورانيوم وغيره في الطاقه العسكريه او في القدرات العسكريه عفوا لايران، وهذا بالطبع سوف يزيد من تغول ايران في المنطقه، المملكه العربيه السعوديه التي تقود مجلس التعاون الخليجي ايضا لن تقبل بهذا الشيء خصوصا بعد سلسله طويله من الهجمات واخرها كانت في العام 2019 الهجوم الضخم على منشأه ارامكو. وأيضا لن تقبل بأن يكون هنالك المزيد من التمدد في عموم المنطقة العربية كما حدث في العراق بالنسبة للميليشيات المدعومة من إيران وفي سوريا أيضا ومخطط التغيير الديمغرافي بالطبع هذا لن يكون أمرا مريحا للدول العربية عموما وحلفاء واشنطن في الخليج العربي على وجه الخصوص وبالتالي ايضا نعود هنا الي القمه التي كانت في جده يعني مطلع العام الجاري او اواسط العام الجاري وكان فيها بشكل واضح وصريح عبر تصريح الرئيس الامريكي جو بايدن بانها أقر... اي الولايات المتحده اقرت أن تعزز احتياجات المملكه العربيه السعوديه من الدفاعات الامنيه والدفاعات العسكريه ضد الاعتداءات الايرانيه السافره في المنطقه وانه سوف يكون هنالك تعاون مشترك بين واشنطن والرياض في هذا على هذا المستوى وبالتالي لن يكون هنالك ايضا تنصل امريكي من مسؤولياتها تجاه حلفائها في المنطقه وهذا هو معروف لكن ايضا النقطة الأهم هي أن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لا تقبل أيضا بمخطط التفريس المستمر منذ عقود بالنسبة لإيران في المنطقة وهو أمر خطير وبات اليوم يعني باتت نتائجه ملحوظة وواضحة في عدد من الدول العربية هل يمكن سوريا هل يمكن لتلك المقاربات التي تمخضت عنها المسودة الأوروبية أن تعطي أي تطمينات يطالب بها الخليج العربي؟ يعني حقيقه لا لا يوجد تطمينات، الوضع هو بالاساس هو غير مطمئن، الوضع في عموم المنطقه العربيه وايضا بالتزامن مع هذه مع هذا الملف الذي اعيد فتحه مجددا، هنالك ايضا تصريحات من وزاره الخارجيه الاسرائيليه وكان هنالك ايضا تحذيرات بان ايران تقوم بالمماطله من اجل تعزيز نشاطها في هذا الملف وان اسرائيل لن تسمح بتمدد ايران اكثر من ذلك وانها تراقب الوضع خاصة على الحدود اللبنانية والحدود السورية التي بدأ نشاط الميليشيات الإيرانية يتزايد فيها وبالتالي سوف يعني يكون هناك حالة تناقض واضحة مع الحليف الأوثق بالنسبة للولايات المتحدة في المنطقة وهو إسرائيل ولن تضحي به بالنتيجة من أجل تقارب مع طهران هذا واضح جدا لكن مع كل ذلك لا نستطيع أن نقول أن الخطوات التي قد تتخذ للوقف أو حد المخطط الايراني في المنطقه هي سوف تكون قويه جدا كما نعلم منذ سنوات طويله هنالك تحركات جزئيه على الناحيه العسكريه تجاه الميليشيات الايرانيه لا. وبالتالي يعني سوف يكون هنالك سياسه موازنه دعنا نقول بالنسبه لواشنطن بين حلفائها في المنطقه من المملكه العربيه السعوديه او اسرائيل وبين أيضا الملف الذي وصفه الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بأنه اتفاق اتفاق يدعو للعار هكذا وصفه تحديدا لا بأنه لا. اتفاق مذل للولايات المتحدة الأمريكية طيب رئيس الوزراء الإسرائيلية إيرلا لابيد صرح اليوم أنه لا يمكن لطهران أن أن تماطل إلى ما لا نهاية والحصول على تنازلات من أجل برنامجها النووي هل يمكن أن تزرع أمريكا بذور خلاف مع حليفها الأوثق اسرائيل من اجل ايران برايكم لا يمكن لا اعتقد ولم يحدث ذلك على مر التاريخ يعني عندما نتحدث عن هذا الكيان الذي زرع في المنطقه عموما يعني من من ايادي امريكيه وايادي غربيه عموما ف هذا او هذا الجسم تحديدا له وظيفه لا يمكن التخلي عنها مقابل شراكه مع عدو تاريخي وايضا من النواحي العمليه دعنا نتحدث ليس فقط من النواحي التاريخيه انما من النواحي العمليه اي تغول اضافي لايران ودورها خصوصا اننا نتحدث عن العديد من الدول التي دخلتها الميليشيات الايرانيه او دخلتها بشكل غير مباشر عن طريق احزاب سياسيه او آه. آه. غيره سوف يكون ذلك يشكل ذلك خطرا على عموم المنطقه وعلى واشنطن نفسها يعني وله تبعات. الخارجيه الامريكيه تقول ان هناك مسائل عالقه في المفاوضات مع ايران ونفت وجود تنازلات هل فعلا لا توجد تنازلات مع مساء اوروبا تمرير الاتفاق لضمان سد نقص الوقود بسبب الحرب الاوكرانيه يعني بالفعل لا يوجد تنازلات بوجهه نظري لانه هنالك خطوط حمر بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وهي زياده النشاط العسكري في المنطقه هذا ممنوع يعني تحت اي اتفاق او تحت اي تقارب او اي حتى مبادره من قبل الدول الاوروبيه لا يمكن تجاوز هذا الخط بالنسبه للولايات المتحده، بالاضافه ايضا الى انه هنالك يعني حاله من الترقب دعنا نقول او الاهمال ايضا في نفس الوقت ممتزج للولايات المتحده لما يقدم من مبادرات اليوم عموم المنطقة والعالم بأجمع يعيش أزمة اقتصادية لا. سوف يترتب عليها تبعات منها ما نشهده اليوم وهو محاولة تمرير هذا الاتفاق عبر وساطة أوروبية لكن كما بدأت كلامي يعني طهران كانت تتوقع أن يكون هنالك رد سريع وأن تستجيب واشنطن لمطالبها برفع العقوبات الاقتصادية وهي أهم جزء تحديدا لأنها سوف تساهم في إضعاف نشاطها النووي إيران لكن هذا الشيء لم يحدث وايضا واشنطن كانت تتوقع ان يكون هنالك من ضمن المقترح تحجيم على الاقل لدور الميليشيات والمد الايراني في المنطقه وهذا لن يحدث من الطرف الاخر وبالتالي لا نستطيع توقع توافق تام 100% ولكن لا. بعض الملفات قد تحل أه عبر سكايب من انقره الصحفي المختص بالشان الايراني الاستاذ صهيب جابر كنت معنا شكرا جزيلا لك لانضمامك الى بانوراما أه.